الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة ترضى بها عنا وترضيه عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله أن تنزل علينا رحماتك وسكناتك في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير وانطب بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكلنا حيث كنا وتوفنا وأنت راض عنا إلهنا وخالقنا قد علمنا أننا عن الدنيا راحلون وعن الأهل والأحباب مفارقون ويوم القيامة مبعوثون وبأعمالنا وأفعالنا مجزيون فإنا على تفريطنا نادمون اللهم وفقنا للاستدراك قبل الفوات وللتوبة قبل الممات وارزقنا اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين واجعل اللهم خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وفتنته ويوم القيامة وكربته والصراط وذلته اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين
وكلنا عونا على الدين. اللهم اجعلنا من أهل رمضان وأهل باب الريان. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم أعنا على ما بقي من شهر رمضان. اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين.